بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، ومما يمكن المذاكرة حوله في شأن الأمانة ومجالاتها ما يتعلق بالإصلاح بين المتخاصمين، والمؤمن أيها الإخوة يتعظ ويتدبر ويستفيد من الأحداث حوله، وبخاصة إذا كانت فيه ومنه وفي بلده. وفي اصطلاح والمصالحة بين فئتين عظيمتين، بين جماعتين، بين دولتين من المسلمين، هذا مما يفرح المؤمن، وهذا مما يسد مداخل الشيطان ويقلل من التحريش، فيفرح المؤمن بذلك. ولسنا نتكلم عن أمر عام، وهو أمر مهم وجسيم، لكن نحمد الله على النعم، وإنما نتكلم فيما يخصنا كأفراد وأسر ومكونات المجتمع المسلم، فنستفيد من ذلك. أولاً، أن نعلم أن التدبير في السماء، وأن الله جل شأنه هو الذي يجري الأمور، لكن جعل هناك أسباباً أرضية بين الناس، ورتب على هذه الأسباب حتى تجري السنن الكونية، فهذه الأسباب تنتج نتائج في العادة. والله جل شأنه قال: وأنه هو أضحك وأبكى. ليس المراد مجرد الضحك، المراد أن الله جعل أسباباً تكون من نتائجها الفرح والسرور والغبطة والضحك كأثر ظاهر، وهناك أسباب أيضا تنتج البكاء والحزن. فدلت هذه الآية على أن الله جل شأنه من وراء ذلك، وهو الذي جعل هذه الأسباب وجعل هذه النتائج، وأنه هو أضحك وأبكى. وأمر وفائدة أخرى أيها الإخوة، أن لا ييأس المؤمن. يعني بعض نسمع ولا نزكي أنفسنا من يقول: هذان الشخصان لا يمكن أن يصطلحا، هؤلاء عداوتهما دائمة لا تنقطع، هذا تألي عن الله. أو يقول بين فئتين أو بين دولتين، لا يمكن العداوة تمكنت، لا يمكن أن يرجع الأمر. هذا من وسواس الشيطان ومن عمل الشيطان. الأمر بيد الله أولا، ثم العقلاء يرجعون ويؤوبون، ثم المصالح تتغير، والأحوال والإيمان وأسباب أخرى. فالمؤمن يزيد على غيره بأمر أنه يرجو من وراء المصالحة والصلح يرجو الأجر العظيم. قال الله جل الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا الهدف السامي الأول، طلب رضا الله والامتثال لأمر الله، ولا شك أن هناك نتائج طيبة تكون في الدنيا. ثم بعد ذلك يشترك المؤمن مع غيره، مع زيادة في أمور أخرى، لكن يشترك مع غيره أن العقل يدل على البعد عن الخصام والحكمة ومراعاة المصلحة، وكل هذه مما يتفق عليه العقلاء. فمن الذي يتألى على الله ويقول: لا يمكن أن يصطلح فلان وفلان، أو الجماعة والجماعة، أو الدولة والدولة؟ هذا تألي على الله، وهذا يأس وقنوط. فنستفيد من مثل هذه الأحداث أيها الإخوة أن نجدد الاستبشار والتفاؤل، وأنه لا، البلاء لا يدوم، وأن الأمر بيد الله، وأن مع العسر يسرا، وأن الأمر من الله وإليه، وأن إلى ربك المنتهى. وفائدة أخرى أيضا أيها الإخوة تتعلق بنا نحن، فكم من عداوة بين أخ وأخيه، أخيه من النسب، بل بين ابن وأبيه وبنت وأمها. وآخر ما سمعت أيها الإخوة مما يدمى
له القلب عافانا الله وإياكم. وهذا إن شاء الله قليل، لكن حتى نرتدع، بنات في مرحلة الشباب يخاصمن أمهن لأجل هذه المتاع والملذات الدنيوية التي اختلفنا فيها مع أمهن، ويخاصمنها ويريدنا إخراجها من البيت ونحو ذلك، والمحاكمة وقضية وخصومة بسبب الالتفات إلى تحريض الغير والانكباب إلى الدنيا وملذاتها ومتابعة الشهوات المحرمة والتخلي عن حكم الله وأمر الله في الحجاب والعفة ونحو ذلك. يعني هذا من إفرازات مثل هذا الأمر، فهذا أمر خطير، الخصومة التي تكون بين أفراد الأسرة، بين الأقارب، بين الأرحام الأنساب، بين الجيران، بين جماعة المسجد. فنسعى ونستفيد من هذا أيها الإخوة ألا نستسلم للشيطان ووساوس الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يهول الأمور، ولكن في التحريش بينهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من عمل الشياطين، ونسد هذا الطريق، ونعلم أنه مهما استفحل الأمر ومهما اشتدت عداوة وخصام مآلها يسير، والله أمرها يسير إذا استعنا بالله، كما نرى الأحداث الجسام تتبخر كما يقال وتنتهي، وكان يظن أنها لا تنتهي بل تتصاعد. الأمر الآخر أيها الإخوة المبادرة، بادر أنت، إذا كان بيني وبين أخي، بيني وبين أقاربي، بيني وبين جيراني، بين زملائي، بين إخواني المسلمين فيه خصومة، في شيء، في مثل ما نقول وقفة نفس، لا أبادر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني خير المتخاصمين يعني يأتي هذا ويعرض هذا ويعرض هذا، لكن وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا شعار، الذي يبدأ بالمصالحة، يبدأ بالطيب، وهذا إن شاء الله الجميع تربوا على هذا، لكن ما إن تحدث هذه المبادرة حتى ينقمع الشيطان فيفتح الباب، ورأينا هذه المواقف كيف أن المبادر يفتح الباب لأخيه أيضا ويعينه. وقد قال في روية في الخصومة التي وقعت بين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ابني بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الحسن إلى الحسين كلاما مفاده، كانت وقعت بينهما شيء من الخصومة، فأرسل إليه كتابا يقول إذا وصلك كتابي هذا فبادر حتى تكون أنت المبادر وأنت الأكرم تبادر بالصلح، لطافة وفيها طرافة لكن فيها دعوة، يعني يقول عني على نفسي تعال صالحني، لكن بثوب أنك أنت المبادر. ما أجمل أن يكون هذا أيها الإخوة خلقا وشعارا مبادر، لكن الشيطان حريص، لذلك ماذا قال الله جل شأنه؟ قال الله جل شأنه وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني انتبه حتى في كلامك، حتى في عند إرادة الصلح قل الكلام الطيب الأحسن، ما هو بالحسن فقط الأحسن. وقال الله جل شأنه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني صديق محب قوي المحبة كأنه ولي حميم، لكن تحتاج المسألة إلى صبر، وما يلقاها إلا قال مباشرة بعدها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، حظ من أين؟ من الله. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيء، سماه الله نزغ، هذا الذي يقع بين في التخاصم وفي الخصومات وفي الأمور هذه، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني يأتي الشيطان يقول لا ليش تهين نفسك كرامتك، ليش أنت بهين، لا 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 ورك فيه، أوريك فيه، وره الأمر، لا لابد أرد له، لابد ما يبني الأمر سهل، كل هذه من الشيطان، نزغ من الشيطان، مهما بينك وبين إخوانك لا يكون مثل هذا الأمر، بل أن تقطع طريق الشيطان هو المطلوب. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما هو السلاح؟ استعذ بالله، اعتصم بالله، خذ السلاح من الله، أنت أمام عدو الشيطاني قبل أن تكون أمام أخيك تعاديه، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يذكرك الله بصفته أنه سميع عليم، يعلم ويسمع. فأيضا لا تحدث نفسك أيضا إلا بما يحبه الله، لأن الشيطان يقذف وساوس فادفعها وادمغها
بكلام طيب وإرادات طيبة يحبها الله، لأن الله سميع عليم. والله جل شأنه ندب إلى الصلح، قال والصلح خير، وندب إلى الصلح بين الجماعتين المتخاصمتين فأصلحوا بينهما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة الإصلاح بين المتخاصمين، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة. فإذا ما كان بيني وبين بعض أقاربي وأهلي وإخواني وجيراني وزملائي ما كان في خصومة ولله الحمد، ونسأل الله أن نكون جميعا كذلك، أبادر أيضا إلى الإصلاح بين المتخاصمين. فإذا كنت أعرف من أقاربي كذا فنبدأ ونستعين بالله، وهنا تكون الأمانة أيضا ومجالات الأمامة أيضا، أن أسمع من هذا وأسمع من هذا، فربما قال لي سرا وأمرا خاصا فلا أفشي بعد ذلك وندفنه، وأسمع منهما من الطرفين ونحاول ونتعقل ونشرك العقلاء والحكماء من الجهتين ونكون أمنا في ذلك، وألا نضيع حقوقا، وإنما يكون التنازل عن طيب نفس إن كان هناك تنازل، ونسعى في ذلك لأن الله جل شأنه يحب الصلح وأهل الصلح. لكن النفوس تقف أحيانا مع المشاحة الشح، لذلك قال الله والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. إذن الله أعلمك وأوقفك على هذا، فخالف الشح، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأبشر بخير، فإن الله جل شأنه قد وعد من سعى في هذا الأمر الأجر العظيم. اللهم اجعلنا من المتحابين في جلالك، اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين، اللهم اسلل سخائم قلوبنا على إخواننا وأهلينا وإخواننا المسلمين، اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين.